هل جربت الحديث مع شخص يتجاهلك؟ أنت ترسل له رسالة مكونة من 10 أسطر وهو يجيبك بكلمة أو كلمتين. هل جربت الشعور أنه يتوجب عليك فتح أي موضوع معه وبسرعة، لأنه إذا لم تفعل سينتهي حديثكما؟ هل جربت الشعور أنه دائما أنت من تبدأ في الكلام أو ترد على ستوري الخاص به فقط لأنك تريد أن تخلق حديثا معه؟ إذا كنت لا تزال تتحدث مع هذا الشخص أو لا تزال تريد الحديث معه على الرغم أنه لا يهمه وجودك، توقف عن فعل هذا حالا لأجل نفسك وكرامتك، فأنت هنا مثل من ينتظر وصول باخرة في مطار. يعني أقولها بصريح العبارة، أنت تستهلك طاقتك ونفسك، فمحاولة إنجاح أي علاقة لا بد أن يتحمل همها كلا الطرفين، فالأشياء التي تأتي دائما من طرف واحد تكون قاتلة. استيقظ، فهو يلعب بمشاعرك ولا يحترمها بتاتا، فقلبك ينكسر شيئا فشيئا أكثر مما هو مكسور، لكنك تضحك على نفسك وتوهمها بأمل لا رجعة فيه. أنا هنا لا أشجعك على كيفية التعامل مع العلاقات، لكن كل ما أريد منك فعله هو الاهتمام بنفسك ومحاولة تطويرها بالعلم، بالمعرفة، بالرياضة، والشيء الأهم هو الإيمان بالله، الصلاة، قراءة القرآن، تدبر آياته، والاهتمام بالصحة، بالأكل الصحي والرياضة، وأيضا العمل على مستقبلك لتحقيق هدفك، سواء كنت تعمل أو تدرس أو أب.